هل ستلغى بطاقة التموين بسبب رقم التليفون المحمول؟ الوزير يحسمها بشكل قاطع. قال الدكتور عائل مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية: لن نلغي بطاقة التموين بسبب رقم التليفون المحمول. وأضاف خلال لقائه برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة NBC مصر التسجيل على موقع دعم مصر بشأن تحديث بيانات البطاقات التموينية مفتوح حتى 30 يونيو المقبل وسيتم مده، وتابع قائلا: إذا كان رب الأسرة ما عندوش تليفون وغير قادر على إنه يجيب تليفون ومش ناوي يجيب تليفون، أحد أفراد البطاقة التموينية هيروح يحدث بياناته ويبلغ برقم تليفون الإب علشان يكون عنده مرجعية بالاسم. وأكمل قائلا: السجين أو مقيد الحرية أو غير قادر على الحركة يمكن لأي فرد من أفراد الأسرة تقدم بياناته الخاصة برقم بطاقة التموين ورقم القومي ورقم الهاتف المحمول، وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تلقي طلبات المواطنين أصحاب البطاقات التموينية لتسجيل رقم الهاتف المحمول سواء عبر موقعي دعم مصر أو مصر الرقمية أو من خلال مكاتب التموين. وأوضحت وزارة التموين إن رب الأسرة المعتمد للبطاقة التموينية هو الزوج صاحب البطاقة إذا كان على قيد الحياة. وأكدت الوزارة: إذا كان الزوج متوفيا والزوجة مدرجة في البطاقة فهي ربة الأسرة. وأوضحت إنه إذا كان الزوج متوفيا والزوجة متوفاة أو غير مدرجة بالبطاقة فرب الأسرة في تلك الحالة أكبر الأبناء المدرجين بالبطاقة سنة سواء كان من الذكور أو الإناث. وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بفتح موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية أمام المواطنين لتسجيل رقم الهاتف المحمول وإجراء التحديث من خلال الموقع بجانب مكاتب التموين للتيسير على المواطنين. وفعلت وزارة التموين على موقع دعم مصر أيقونة جديدة باسم تسجيل رقم المحمول، وبالضغط عليها يتطلب من صاحب البطاقة كتابة الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل باسمه. وكان الدكتور عائل مصلح وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر قرارا بمد فترة تسجيل أرقام التليفونات لمن أرسلت لهم رسالة عبر بون الصرف حتى 30/6/2022. وأكدت وزارة التموين إن قرار فتح موقع دعم مصر لتسجيل رقم الهاتف يأتي بهدف التسهيل على المواطنين في تقديم أرقام التليفونات إلى مكاتب التموين ومنع التكدس أمام المكاتب.